أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنفذ في بريته أحكامه وأجرى بمشيئته أقلامه، وقدر على الأنام حمامه، وأنزل على نبيه المخصوص بالكرامة، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. هنالك يقال للمجرم أن امتاز، ونحي المؤمن عن سواء الجحيم فانحاز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن ألقي في النار فقد آل إلى الثبور، ومن أدخل الجنة فقد ظفر بالسرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي الأبطحي الزمزمي المكي المدني صاحب النصيحين، أفصح العرب وأكرمهم، وأفضل الأنبياء وأرحمهم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته، وفي الآخرة شفاعته، ولا تحرمنا رؤيته، وأوردنا حوضه المورود، واحشرنا تحت ظل لوائه المعقود، وأجرنا من هول يوم القيامة ونصبه وزلله وتعبه. واجعل اللهم ثواب قراءتنا هذه وبركة دعائنا لمن اجتمعنا هاهنا بسببه، ولنا ولجميع المسلمين والمسلمات. وارحم اللهم جميع أمواتنا الصالحين، وآنس وحشتهم، ونفس كربتهم، ونور قبورهم، وارفع درجتهم، وكن لنا ولهم وليا، وبنا وبهم حفيا. اللهم امحو ما كان لهم ولنا من السيئات، وافسح لهم ما
ضاق من رمسهم واجعل الحور الكواعب من أزواجهم اللهم ما أتاك منهم من حسنة فتقبلها وما أتاك منهم من سيئة فتجاوز عنها وأبدل لهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وجيرانا خيرا من جيرانهم اللهم ألبسهم من السندس والاستبرق وآنسهم يوم الفزع اللهم اجعل لهم بين أيديهم يوم القيامة نورا ولقهم منك نظرة وسرورا ورحمة وحبورا وأطيب ذواقا وكأسا دهاقا اللهم وآتهم باليمين كتبهم واجعل من النور المستبين جلبابهم وصير الجنة بعد ذلك مآبهم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأدخل اللهم في قبورنا وقبورهم الروح والريحان والفسحة والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان واجعل اللهم في قبورهم الضياء والفسحة والسرور والبهجة والحبور والولدان والحور إنك أنت الرب الغفور اللهم ونحن عبيدك الضعفاء الفقراء المساكين المحتاجون المساكين المحتاجون المقصرون ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه قبلنا ارحمنا إذا صرنا قبلنا وبارك اللهم فيما صاروا إليه ولنا واجعل فيه فرحنا لا ترحنا واجعل ملك الموت عليه السلام لقبض أرواحنا شفيقا رفيقا رؤوفا رحيما حفيا واجمعنا وإياهم مع من كان صديقا نبيا في جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
وصل اللهم وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.